اتلعبت الركنيه ابعاد مره تانية كنترول ومحاوله للتهيئه ودي تسديده جول 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 جول. التونسي التونسي معتز زيدان بيحط الهدف الاول للنسر الاخضر اخيرا اخيرا في الدقيقه 69 اللاعب الجديد الدولي التونسي معتز زيدان بيضع اول اهدافه في رحلته الجديده مع النسر الاخضر وبيرسل اول قبله لجماهير بور سعيد اللي بتفرح وبتسعد باول جول. سيناريو جديد وادي الفرحه وادي السعاده، لكن بص شوف الحكايه، ادي اللمسه وادي التهيئه وبص التسديده عدت فاتت ما بين الابراج وما بين الاقدام علشان تسكن الزاويه اليسرى لعامر عامر ومعتز زيدان بلمسه من مامادو نياز ينجح في التسجيل وفض الاشتباك وتحرير اللقاء من التعادل السلبي. اصدقائي اللي استمر 68 دقيقه علشان معتز زيدان يسجل اول اهدافه في دوري نايل ويسجل اول اهدافه اصدقائي مع النسر الاخضر ويتقدم المصري البورسعيدي واحد لا شيء واحد لا شيء. فرحة وسعادة للاعبي النادي المصري اللي حاولوا محاولات عديدة ولكن التسديدة كانت هي كلمة السر لعلي ماهر.